100 عام من الزمان مرت على تأسيس هذه المكتبة التي تقع في مقدمة الشارع النجفي. أعاد الحاج أسامة افتتاحها بعد انتهاء المعارك وهدوء أزيز الرصاص. عام ونصف وهذه المكتبة ما تزال وحيدة في المكان، تواسي ذات الشارع الذي بلغ من العمر أيضا 100 عام أو ما يزيد عنها بقليل. يحدثنا صاحب المكتبة محتفيا بتاريخها عن سبب تمسكه بها حتى يومنا هذا. الحمد لله، هي 100 عام هذه الفرصة النادرة اللي تكون يعني في أي مكتبات أو محلات أو غير شيء، وأنا الحمد لله فخور وفرح بها جدا جدا جدا. هذا شارع النجفي. بات الشارع غريبا في حاضر الأيام وعزيزا في ذاكرة الماضي على من يمتلكون الذكريات فيه. الحجارة والإسفلت هنا تتحدث عن شخصيات عظيمة قضت سنين من عمرها بين أروقة هذا المكان تبحث عن العلم والمعرفة. لكن إذا سألت مثقفين المدينة عن شارع النجفي كثير أكثر من هذا، لأنه معظمهم نشأوا في هذا الشارع وتربوا وتثقفوا وقرأوا وتعلموا، يعني روائيين الموصل، كتاب الموصل، شعراء الموصل، معظمهم الحقيقة تثقفوا في هذا الشارع، قرأوا فيه، تحاوروا فيه، واجتمعوا بأصدقائهم فيه وقضوا أوقات طيبة في مجال الثقافة فيه. ابتعدنا عن مكان الاحتفال وجرتنا أقدامنا إلى عمق الشارع حيث ما تبقى من عناوين المطابع وبقايا أوراق الكتب. كان الشارع النجفي يعج بالمطابع والمكاتب ودور النشر، بالإضافة إلى ارتباطه بسوق الصاغة والحلويات. هنا اجتمعت حلاوة العقل بالقراءة ومثيلتها في الطعم بالمعجنات. هذا ليس أسفلتاً وحجارة، هذا الشارع هو نبض قلوبنا، تمثل في هيئة أسفلت وحجارة. هذا الشارع مفتوح على قناطر وعلى حارات وعلى بيوت قديمة وعلى الصاغة حيث الذهب، ومفتوح على ما هو أهم من الذهب، مفتوح على ذاكرتنا، على نبض قلوبنا، على ضمائرنا بيضاء كما خلقها الله، وهذا كله ليس بمقدور حرب أن تزيله. ويقول الصراف شاعر الموصل: مهما كانت قوى الحرب لن تكون أقوى من ذاكرة تستعيد نفسها مع قلب ينبض بالحياة، فبهما لن تموت هذه المدينة. الحديث عن هذا الشارع ليس أمرا اعتيادي، فهذا المكان كان يوما ما قبلة للقراء والأدباء والمثقفين، حتى أحرقت نيران الحرب الحياة فيه. وإن احترقت الحياة فما يزال تاريخ هذا الشارع حيا بين هذه الجدران. من الموصل، محمود الجماس، قناة التغيير.